هاي بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده بودكاست دردشة بنات هنتكلم عن العلاقات. اللي اول مره يتابعني، انا شيماء، ودايما بنزل لكم كل يوم اتنين حلقه بودكاست دردشة بنات. بنتكلم عن العلاقات والبيزنس وتطوير الشخصيه وحب الذات عشان تكوني النسخه الافضل مني. في حلقه النهارده هنتكلم ازاي تكوني سنجل وسعيده، بما ان معظم البنات اللي بتتابعني على اليوتيوب او على الانستجرام يتراوحوا من سن ال 18 لل 34 سنه، ومعظمهم سناجل، لان لما بييجوا يتكلموا معايا بيبعتوا لي رسائل على الخاص. فلما بعرف ان هم معظم البنات اللي بتكلمني سنجل، فحبيت الايام الجايه اتكلم اكتر عن العلاقات او ازاي تكوني انسانه سنجل وسعيده لغايه ما تلاقي فارس الاحلام المناسب ليكي. ازاي تكوني انسانه سنجل وسعيده؟ اول حاجه اقفلي ودانك للمجتمع واي حد حواليك يقول لك اصبري لما تتجوزي تعملي كذا وكذا وكذا وكذا، استني تسافري لما تتجوزي وتروحي شهر العسل، استني تحققي احلامك والبيزنس بتاعك لما تتجوزي، ما تخلصيش ماجستير الا بعد ما تتجوزي، وي 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 وي. اقفلي ودنك خالص وابدأي طريقك من دلوقتي، ما تستنيش فارس الأحلام أو العدل لما يجي عشان يساعدك تحققي أحلامك. هو يجي في الوقت المناسب ولما تختاري الشخص المناسب ليكي، بس على ما يجي الشخص المناسب احنا محتاجين نشتغل على نفسنا ونبدأ من دلوقتي نحقق كل حاجة بنحبها ونفسنا نعيشها، سواء سفر، سواء فلوس، سواء بيزنس، سواء دراسة، سواء اي حاجة انت تحلمي بيها، ان شاء الله شنطة، جزمة، اي حاجة نفسك فيها جيبيها لنفسك، ما تستنيش فارس الاحلام اللي يجي يحقق لك كل حاجة بتتمنيها، لان بصراحة هو مش هيجي يحقق لك كل حاجة، لان دي زي البطيخة، على حسب بقى انت شطارتك ان انت تختاري الشخص المناسب. وعملت حلقات كتير قبل كده عن ازاي اختيار شريك الحياة المناسب، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. فابدأي حققي احلامك بنفسك من دلوقتي، اعملي مقارنه كده ما بين واحده ناجحه ومعاها فلوسها ومعاها البيزنس الخاص بتاعها او عندها الشغل بتاعها وجايبه نفسها كل حاجه بتحلم بيها، واحده تانية مستنيه وقاعده ان فارس الاحلام هو اللي يجيب لها كل حاجه، هو هيحس ان انت عبء عليه. بالعكس، ابدأي جيبي لنفسك كل حاجه نفسك فيها عشان لما يجي شريك الحياه المناسب الصحيح ويلاقيكي انت عملتي كل حاجه لنفسك، انجزتيها لنفسك، جبتي لنفسك الشنطه اللي بتحلمي بيها، جبتي لنفسك العربيه، البيت، سافرتي السفره اللي نفسك تتمني فيها، فهو يحس ان البنت دي معتمده على نفسها، ده هي يعني وجودي في حياتها زياده، ان انا جاي ادخل، ان انا دخلت حياتها عشان اخلي حياتها احلى شويه، بس هي حياتها اوريدي حلوه وجميله وبتعرف تحقق كل حاجه في نفسها، فيحس وقتها ان انت مش عبء عليه، مش حاجه تقيله عليه، فيحس ان انت انسانه بتعرفي تحققي لنفسك كل حاجه، فلما تنضمي او تبداوا تعيشوا حياتكم مع بعض فيحس ان في شراكه وان انتوا الاثنين هتبداوا تحققوا احلامكم، مش ان انت جايه او ان انت اخترتي الشخص ده عشان يحقق لك احلامك. صدقيني الراجل بينسحب من الموضوع ده، يعني هو الراجل مش بيحب الريسبونسابيلتيز، مش بيحب المسؤوليات، فانت لما تيجي تدخلي حياته فهو محتاج ويبقى متاكد ان انت مش عبء عليه، انت مش هتبقي تقيله عليه في حياته، انت مش مستنياه عشان يجيب لك الشنطه البراند المعين اللي بتحلمي بيها او العربيه اللي نفسك فيها، انت محققه لنفسك كل حاجه انت نفسك فيها. فمن دلوقتي اكتبي ايه هي الاحلام اللي انت نفسك فيها، نفسك تسافري، ابداي سافري، معكيش فلوس ابداي سافري حوالين بلدك جوه بلدك واحده واحده. وكلمت قبل كده عن مواضيع السفر وازاي انا بدات اسافر من الصفر، وتتفرجوا افتحوا البلاي ليست دردشه بنات كلها هتلاقوا انا اتكلمت في السفر والعلاقات والفلوس والبيزنس، فلوس والبيزنس زي بعض، وازاي ارتبطت بزوج او فارس احلامي، انا كان نفسي اتجوز واحد اجنبي واتجوزت واحد اجنبي ودلوقتي عايشين لايف ستايل مع بعض كاننا اصحاب، مفيش العبء والضغط بتاع العرب او المصريين بصفه عامه، يعني اتكلم عن اللي انا عاصرته في العلاقات اللي قبل كده والعلاقه اللي انا عايشاها حاليا، لا فرق كبير جدا ان انت ترتبطي ما بين، يعني اختلاف العقليات كبير جدا، فان انت تبداي. يمكن كمان انا لما اتجوزت واحد اجنبي انا عشان كنت شخصيه مستقله واعتماديه على نفسي وبحقق نفسي وجبت كل حاجه نفسي فيها، كان عندي شقتي، عندي فلوسي في البنك، سافرت لفيت، عندي البيزنس بتاعي، عندي عيادتي، بكسب فلوس، فهو عارف ان انا لما قلت اوكي عليك ان انت عشان انا محتاجه، انا حابه يكون حد في حياتي حليها شراكه، ان احنا نبقى مبسوطين مع بعض، لان حلو ان انت تعيشي حياتك وتحققي احلامك او تعيشي احلامك
وانت معاكي شخص بتحبيه يعني كانكم كده لما تيجي تاكلي بتحسي ان انت مش مبسوطه وانت بتاكلي لوحدك، فبتحسي ان انت مبسوطه وانت معاكي شريك حياتك تشاركوا كل حاجه مع بعض، بيبقى ليها طعم احلى بكتير مما تكون لوحدك. فاحنا في حلقه النهارده انا جاي اتكلم ازاي تكوني سنجل وسعيده، ان انت تحلي كل حاجه بتعيشيها لوحدك لغايه ما يجي الشخص المناسب. ما تستعجليش العمليه، ما تستعجليش البروسيس ان انت تلاقي الشخص المناسب بالغصب، هو ده وخلاص اي حد كده شكل راجل تدخلي حياتك. لا، استمتعي بالوقت اللي انت فيه ده، فتره السنجله استمتعي بيها تو ذا ماكس بجد يا جماعه، فتره جميله جدا. وانا بدات اعيشها صح كويس جدا لما استقلت من نفسي، بعدت عن ظروف حياتي اللي كانت صعبه مش مسهله عليا ان انا اقدر اعيش حياتي بالشخص بالشكل اللي انا بحبه وبتمناه. بس لما استقلت بنفسي وبدات اعيش بقى بدماغي، بدات احقق احلامي واهدافي من سفر وفلوس وبزنس ويبقى عندي الشغل الخاص بيا، فبدات اركز على نفسي وكل الفوكس كان عليا انا، ازاي انمي من نفسي، ازاي احقق احلامي واجيب لنفسي كل حاجه نفسي فيها. وانا عايشه الحياه وبستمتع بحياتي وانا سنجل، اتقابلت مع شريك حياتي يعني اللي انا متجوزاه حاليا، فانا جايه اقول لكم استمتعوا بالفتره دي على قد ما تقدروا. تاني حاجه، ما يكونش عندك وقت فراغ. ازاي تكوني انسانه سنجل وسعيده؟ ان انت تعبي وقت فراغك، مش تروحي تعبيه بالشوبينج وتروحي تعبيه بمشاهده المسلسلات التركي والمسلسلات الوطن العربي، دي قصه تانية يا جماعه، يعني بصراحه تضيع وقت الحوت والقرش والكلام ده. يعني ايه الفايده ان انا اتفرج على مسلسل في التلفزيون ورمضان داخل بقى والمسلسلات هتكتر، اتابع قصه حياه واحد انا ماليش اي علاقه بيه. يعني انا دلوقتي اصلا يعني لما باجي انا وجوزي بنتفرج، يعني احنا انا وادي دلوقتي بنتفرج على ثلاث مسلسلات او يعني برنامج ومسلسل، وكل فتره والتانيه كده بنتفرج على موفي، بنتفرج على ثلاث حاجات مختلفه. يعني وقت الغداء بنتفرج على البروجرام اللي احنا متابعينه، متابعين فورمولا 1 عشان يدينا اكسايتمنت ويدينا ادرينالين كده ونحس ان احنا يعني بنشوف ناس ناجحه، ناس بتحقق تمام، او ذا بوينت بيتكلم عن التنس والتنس بلاير، الناس اللي هم بيلعبوا تنس ازاي هم اسليت والكلام ده كله، فده بيشجعنا ان احنا ايه يبقى ناس فينا طاقه فينا حيويه نبدا. على العشاء بنتفرج على مسلسل ذا كوين، ده مسلسل دوكيومنتري عن اليزابيث ملكه انجلترا، قصه حياتها من اول ما بدات لغايه الاخر. ساعات بقى في ايام بقى الويك اندز بنتفرج على موفي، واتفرجنا اخر حاجه على فيلم نياد، وانصحكم بيه بشده، احط لكم الايقونه بتاعه الموفي، انصحكم بيه بشده تتفرجوا عليه. حاجه يعني الفيلم ده يا جماعه هيغير لكم مقاييس كتيره جدا في عقلكم، ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. اتفرجوا على الفيلم ده، يعني هي سباحه قعدت كان نفسها تسبح يعني تعوم من كوبا لفلوريدا 110 ميل، اخذ منها يومين ونص. تخيلوا واحده عماله بتسبح في الميه يومين ونص بشكل متواصل، ده يعني فيلم المستحيل ان هو بقى مستحيل بقى ممكن. اتفرجوا على الفيلم ده. فالفكره اصلا اللي انا بقول لك عليها ان انت تعبي وقت فراغك، ما يكونش عندك وقت فراغ اصلا، عبيه بايه بقى؟ عبيه في حاجات مفيده، قرايه كتاب، تسمعي بودكاست زي دردشة بنات، تتفرجي على موفي دوكيومنتري، حاجه كده تفيدك تغذي عقلك زي ما انت بتغذي جسمك باكل صحي، حاجه كده تغذي عقلك وتديك طاقه وحيويه وتحسي ان كل حاجه ان انت نفسك تحققيها بس حاساها صعبه شويه، فتشوفي قصص الناس اللي هي نجحت ازاي بدات من الصفر وعفرت وقابلها مصاعب في الحياه او في الطريق عشان توصل للهدف. نياد يعني وحققت هدفها وهي عندها 63 سنه يا جماعه، 63 سنه سباحه يومين ونص، دي حاجه مستحيله. يعني انا الفيلم ده مش قادره يعني اصدقه، بس هي قصه واقعيه. فلما تتفرجي على حاجه اتفرجي على حاجه تغذي عقلك وتغذي مشاعرك. حلو كده من فتره للتانيه تتفرجي على مسلسل تركي يغذي مشاعرك، حلو، لكن قصص ناس ملهاش اي لازمه، وده قتل اخوه، ده ضرب مش عارف مين، وده عمل ايه، وخناقه على الميراث، ملوش اي لازمه، ده لكت وعجن كده، احنا عايزين نعمله سكيب. عقلنا نغذيه وندخل فيه معلومات قيمه فاليبل، مش اي حاجه كده نتفرج عليها. فاقري كتاب، اسمعي بودكاست،
مارسي الهوبي بتاعتك، شوفي انت بتحبي تعملي ايه، ايه هي هواياتك، بتحبي الرسم ارسمي، بتحبي العزف اعزفي، بتحبي الرقص ارقصي رياضه اتحركي، ممكن الرقص يفيدك بعد الجواز، يعني اي راجل بيحب واحده ست بترقص بتعرف ترقص. شوفي ايه الهوبي بتاعتك ومارسيها، وعلى فكره ممكن الهوبي دي بعد كده تتحول لبزنس بعد كده خاص بيكي. على سبيل المثال انا بدات اليوجا كهوايه كرياضه وهوايه، ودلوقتي انا بدرب يوجا اونلاين ومعايا يعني بنات بيتدربوا معايا اونلاين، فتحولت من هوايه لبزنس بس بعد ما احترفتها، بعد ما اشتغلت على نفسي كتير، قعدت امارس يوجا فتره طويله، بعد كده دخلت مدرسه اليوجا وتخرجت منها وبقيت مدرسه يوجا، يوجا تيتشر 500 اور يوجا تيتشر وايريال يوجا كمان، وما زلت بتعلم وما زلت بشتغل على نفسي وبدرب بنات، وبنات شايفين النتائج بتاعتهم حلوه قوي على نفسهم ومبسوطين لان اليوجا لايف ستايل. فاشتغلي على الهوبي بتاعتك كويس جدا ونميها، لان هي ممكن بعد كده تتحول لبزنس يجيب لك فلوس في المستقبل. فممكن بعد كده لما تلاقي شريك الحياه ما تكونيش عايزه تشتغلي بره البيت، تشتغلي من جوه البيت. انا من الاشخاص اللي بحب اشتغل جوه البيت جدا، ف بدرب يوجا في اي مكان حول العالم، واللي متابعني على الانستجرام عارف ان انا فول تايم ترافلر، فما اقدرش اشتغل كدكتوره بيطريه دلوقتي في مكان ثابت. بعمل ممكن بعمل اونلاين كونسلتيشن عن السفر، بعمل يوجا تريننج للبنات، بدرب بنات اونلاين، بس بعد كده لما بسافر من مكان لمكان ممكن اعمل اقاب جروب، ابدا اشتغل في الانيمال والفير في رعايه الحيوان، بس ده مش ايه، مش بشكل كونتينوس، مش بشكل مستمر، بعمله بشكل متقطع على حسب ظروف حياتي عشان انا فول تايم ترافلر دلوقتي. فاي هوبي عندك اكتبيها، اكتبي 1 2 3 4 حاجات انت بتحبيها، بس اكتر حاجه انت بتحبيها قوي شغلي عليها يعني مارسيها بشكل ممتع مش بشكل ضغط عليكي عشان تستمتعي بيها، عشان بعد كده لما تتحول لبزنس مثلا على سبيل، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا هبقى مدرسه يوجا وادرب بنات اونلاين، دي حاجه كده يعني ما كانتش في بالي. انا بحب اليوجا ولما مارستها غيرت لي حياتي، لان اليوجا بتشتغل على العقل والروح قبل الجسم، ففي الزمن اللي احنا فيه في كعبله كتير وفي ايموشنز كتير وفي لخبطه وفي نيجاتيف انرجي حوالينا، فاليوجا بترتب كل الافكار دي، بترتب عقلك ومخك وروحك، وبعد كده بترتب جسمك. وصدقيني لما ترتبي عقلك وروحك قبل جسمك هتلاقي كل حاجه بعد كده سهله تحققيها. انت بعد كده في وقت السنجله بتاعتك استمتعي بالهوبي بتاعتك الهوايه بتاعتك. عندي اصحاب هم دكاتره بس بيحبوا الكروشيه، بيعملوا كروشيه وبيبيعوه اونلاين. عندي بنات اصحابي تانيين في صيدله بس بيحبوا يعملوا كاندلز شموع، فبقوا يعملوا شموع ويبيعوها ويعملوها في الاعياد الميلاد والسبوع بتاع الاطفال. في بنات تانيه بتعرف تعمل هاند ميد حاجات، اي هاند ميد او منتجات تجميل بسيطه، حاجات بسيطه وتبيعها اونلاين. فانت اي هوبي انت قادره او بتحبيه اشتغليها دلوقتي كهوايه، لو انت لسه في يعني 18 سنه او 20 سنه او لسه في الكليه بتدرسي مش عندكش وقت كتير ان انت، مع ان في الوقت ده انت على فكره عندك وقت كتير جدا، لان بعد كده لما ترتبطي مش هيبقى عندك وقت كتير جدا، فاستغلي الوقت ده ان انت تبقي انسانه سعيده وان انت تقدري تعملي بزنس خاص بيك، حتى لو هوايه بتجيب لك حاجه كده بسيطه، بس صدقيني الاحساس القرش اللي هيدخل لك منها بتعبك هتقدريه. ثانيا اولا هتحترمي القرش ده جدا، هتقدري بعد كده هتمسكي فيه، مش هتقدري يعني مش هتصرفيه كده زي الفلوس اللي بتاخديها من بابا وماما. وممكن هيشجعك كمان ان انت تبداي تستثمري كده حاجات صغيره تجيب لك فلوس اكتر. لو انت مثلا في الثلاثينات ابداي، مفيش اتس نيفر تو ليت. عندي اصحابي في الاربعينات ودكاتره يعني بيعملوا ليهم البروجكت بتاعهم بيعملوا كروشيه. ناس تانية زي ما قلت لكم كل الأمثلة اللي أنا قلتها لكم قبل كده. فاستغلي الوقت اللي أنت عايشاه دلوقتي وأنت سنجل، أعمليه في هوبي في هواية أنت بتحبيها وأنت مبسوطة. تالت حاجة dating yourself، وعلي نفسك، اتفسحي، روحي أي حتة أنت بتحبيها، يعني في ريستوران معين بشكل رومانسي إيه، البسي حاجة كده جميلة رقيقة رومانسية وعزمي نفسك على العشاء، مش عيب، عزمي نفسك على كوفي، خدي نفسك كده الصبح اعزمي نفسك على كوفي وكوكيز مثلا. فما تستنيش مثلا انا عشان اروح المكان الفلاني او اعمل الحاجه الفلانيه استنى انا نفسي بقى اقعد احلم بقى بالحاجه دي بس مع شريك حياتي. لا، تخيلي كل حاجه نفسك تعمليها اعمليها لوحدك، ابداي بيها لغايه ما تلاقي الشخص المناسب، لان يعني انت هتبقي 1 يعني 100% انت هتبقي مبسوطه بيها.
بعد كده ما تعرفيش الشخص ده ممكن يجي ينكد عليكي في الحاجه اللي انت كان نفسك تعمليها، فما تستنيش تعملي حاجه نفسك فيها لغايه ما يجي فارس الاحلام او شريك حياتك. ابداي اعمليها دلوقتي. خدي نفسك في ميعاد ديتينج يور سيلف، يعني في الفالنتاين كان الاسبوع اللي فات. جيبي لنفسك حاجه حلوه، يعني حاجه رقيقه. جيبي لنفسك بريسلت كده اسوره فيها قلب، حتى لما بعد كده لما ترتبطي وتبقي لابسه البريسلت تقولي له ان انا جبتها لنفسي هديه، انا جبت لنفسي الخاتم ده هديه لحبي لنفسي. فبعد كده لما انت تبداي بقى لما ترتبطي تحكي له الحكايات دي، يعرف ان انت بشخصيه بتحبي نفسك، تحترمي نفسك، بتقدريها. فهو كمان يحط في اعتباراته في الفالنتين لازم اجيب لها هديه، خليك ذكيه، في عيد ميلادها لازم اجيب لها هديه، وهكذا. فاستمتعي بالفتره دي، فبكل الاعياد احتفلي بنفسك سنجل. حتى كمان يا جماعه لو انت مرتبطه في اخر العشرينات او في العشرينات او في الثلاثينات او في الاربعينات، حتى لو هو الانسان اللي معاكي ما احتفلش بالفالنتين، خدي نفسك كده الصبح انزلي روحي جيبي كوفي وقلب كده كيك على شكل قلب وحطي فيه شمعه واحتفلي مع نفسك. يطلع بره يقول لك ايه ده انت بتعملي، قلت له بحتفل بالفالنتين مع نفسي. طب وانا مش موجود بقى، حسيتك مش مهتم. لو حابب تيجي تشارك اهلا اهلا ويلكم، الدعوه لسه مفتوحه، انا لسه ما اكلتش الكيك. فور اكزامبل لو انت مرتبطه، لو انت سنجل قولي لكل حواليك، اخوكي باباكي مامتك، انا جبت لنفسي كيكه بحتفل بالفالنتين لان انا انسانه سنجل. افرحي بنفسك سواء سنجل مرتبطه، افرحي بنفسك. ما تستنيش الشخص ان هو يجي عشان يفرحك، او ما تستنيش اللي حواليك يفرحك. ابدأي بنفسك، ولما انت تبدأي تحتفلي بنفسك بكل المواسم والاعياد هتلاقي الناس اللي حواليك يخلوا عندهم شوية دم ويبدأوا يحتفلوا بيكي. لو انت اساسا يعني الموضوع ده حطاه في عين الاعتبار، انت نفسك يعني انت من الاشخاص اللي بتحبي الناس تحتفل بيك، تحتفل بعيد ميلادك، تفتكر عيد ميلادك، تفتكر حبيبك او خطيبك او يفتكر او زوجك حتى يفتكر الفالنتين، فانت كده بتحطي له في عين اعتباره كده في اعتباراته ان لا احنا لازم نحتفل بالفالنتين عشان انا بحب ده. رابع حاجه ازاي اكون سنجل وسعيده، سافري. انا حاطه السفر ده بند لوحده كده رقم 4. ليه السفر مهم قبل ما ترتبطي او حتى لو انت سنجل؟ خدي بعضك كده كل فتره والتانيه، لو هو مش عايز يسافر خدي بعضك كده ان شاء الله اقرب مصيف جنبك، او لو انت مرتبطه وهيحصل مشاكل يعني خدي يوم يومين كده روحي قضيه مع صاحبتك في الساحل، اي حد من صحابك عنده فيلا في الساحل او في مكان جنب شاليه جنب البحر، اعزمي خدي صاحبتك وروحي. مش لازم تستني زوجك ان هو يسافر معاكي، او ان انت تستني فارس الاحلام او شريك حياتك ان هو يجي يسفرك. السفر يا جماعه من الحاجات اللي كسبتني ثقه كبيره جدا في نفسي، اعتماديه كبيره جدا، لاني بتتحطي في مواقف ويعني بتثبتي لنفسك قد ايه انت انسانه قويه وقد المواقف دي. تالت حاجه بتتعرفي على ناس كتيره فبتفتحي لنفسك، يعني بتعرفي انت قد ايه انسانه تقدري تكتسبي صداقات. حتى لو انت انسانه خجوله ما بتعرفش تعمل صداقات وبتعرف تتكسب، ده هيديكي البوش ان انت تبداي تتكلمي تتعرفي مع الناس. السفر خلاني يعني اكتسب ثقافات كتيره جدا، حتى اول ما وكنت عملت لكم فيديو ازاي بدا، يعني كنت عملت كام حلقه ازاي بدات اسافر من الصفر، ما كانش معايا فلوس وازاي بدات اسافر، ودلوقتي انا فول تايم ترافلر بلف حول العالم في كل حته انا عايزاها. فالسفر اكتسبت الخبره وثقتي في نفسي كبرت جدا، والخبره والثقه، وان انا اتعرفت وعملت اصحاب حول انحاء العالم. دلوقتي لما بفتح الانستجرام بتاعي وبشوف صاحبتي في المانيا، صاحبتي في فرنسا، صاحبتي في بريطانيا، صاحبتي في المكسيك، صاحبتي في امريكا، صاحبتي في بالي، في اندونيسيا، في 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 في. فحتى وانا دلوقتي يعني مش بسافر للاماكن دي، بس لما بتابعهم بكتسب منهم خبرات، لان طبعا قبل كده قلنا ان احنا بنعمل فولو لناس مهمه في حياتنا، ناس بتدينا معلومات. فصاحبتي اللي اتعرفت عليها مثلا في تركيا راحت زارت مكان، انا عارفه المكان ده في تركيا انا هزوره لما اروح المره الجايه. فان انت كمان دلوقتي وانا وزوجي لما بنسافر ونتقابل مع ناس بقالهم سنين 20 سنه بيسافروا بيدونا خبره حياتهم كده، يعني ممكن يقولوا لنا جمله توفر علينا 5 سنين. اتقابلت مع ناس يعني اكتسبت منهم خبره كبيره جدا في البيزنس، اهم حاجه
انتوا متخيلين؟ يعني كنت بتكلم كده ماشيه انا وجوزي على البحر عادي، جت واحده ظريفه معاها الكلب بتاعها، قعدنا نلعب مع الكلب، واي وجوزي بيقول لها، دايما جوزي بيفتخر ان انا دكتوره بيطريه، يعني بالنسبه في بريطانيا الدكتوره البيطريه دي نمبر 1 هي والمحاميه، يعني ان انت تبقي دكتوره بيطريه دي نمبر 1. فدايما جوزي يفتخر ان انا دكتوره بيطريه. فبدانا نتكلم، فالست الكبيره دي قعدت تكلمنا، هي جت هنا المكان ده وبدات تعمل بيزنس وي 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 وي. فبنكتسب خبره جدا. فانت لما بتبداي تسافري حتى لو على قدك يعني في البلاد اللي حواليكي، صدقيني هتكتسبي خبره كبيره جدا. بس يعني نصيحه، اللي انت لما تيجي تسافري حتى لو جوه بلدك، روحي ركزي في الاماكن اللي فيها اجانب، تتعرفي على جنسيات مختلفه، سواء من المانيا، سواء من باريس او فرنسا، بريطانيا، اي دولة اوروبية او امريكية او اي حاجة. دول صدقيني البنات من اوروبا وامريكا بالذات في سن 18-20، لو قابلتي حد في السن ده هيديكي خبرة جبارة. انا يعني اكتر واحدة هزتني كده وخلتني اتحرك من مكاني ابدأ اسافر، واحدة كان عندها 18 سنة، بالصدفة بفتح الباسبور بتاعها لقيت ان هي لفة يعني تقريبا نص الكرة الارضية، وانا كان عندي 28 سنة لسه ما رحتش اي حتة برا مصر. فلما قابلتها في حته، كنت قابلتها في شرم الشيخ، فشرم الشيخ ده مكان جوه مصر بس مليان اجانب، ففي دهب، يعني في دهب سوري مش شرم الشيخ. فقلت ايه ده، انا 28 سنه وما رحتش اي حته بره مصر، وهي 18 سنه ولفت الكره الارضيه. فلما قعدت اتكلم معاها اكتسبت خبره ازاي عملت ده، وازاي بتجيب فلوس، وازاي بتكسب فلوس وهي بتسافر. طبعا البنات في السن ده او البنات الاجانب يا جماعه من الاشخاص اللي هم ما بيعتمدوش على بابا وماما خالص، يعني لما تقول لك فعلا انا معيش فلوس، هي فعلا معهاش فلوس، هم بيشتغلوا شهرين ثلاثه اربعه ويحوشوا ويبداوا يسافروا بالثلاث اربع شهور، الميزانيه بتاعت ثلاث اربع شهور بيسافروا بها شهر شهرين ولا حاجه، بس بيبقوا ماسكين في الفلوس، مش بيروحوا يقعدوا في اوتيلات 5 ستار، بيروحوا يقعدوا في كاوتش سيرفنج، بيروحوا يقعدوا استضافه، بيروحوا يقعدوا يعني يعملوا تبادل خدمات فيقعدوا ببلاش، فبيقدروا يوفروا. فانت لما بتسافري فبتتعلمي خبره كبيره جدا. الخبرات دي بقى ايه، متنوعه، سواء في البيزنس ان انت تعملي فلوس، ان انت يكون ليكي معارف حول العالم، ان انت ثقتك في نفسك جديد. فالخبره يعني ممكن تكون ماده، ممكن تكون في شخصيتك انت، ممكن تكون في الناس. فيعني كان دايما اسمع كده معرفه الناس كنوز. فانت لما تعرفي بنات او ناس من حول انحاء العالم ده هيفيدك. فلو انت سنجل ابداي سافري من دلوقتي واستمتعي بالسفر لوحدك قبل ما يجي حد يسافر معاكي ويأيد حركتك. خامس حاجه ازاي تكوني سنجل وسعيده، اطلعي بره دايره الراحه، اعملي تحدي مجنون. قولي انا هتحدى نفسي اي تحدي، هصحى كل يوم الساعه 5، هعمل الاسبوع ده بس دايت، هخس الاسبوع ده 100 جرام، هعمل كل يوم الصبح يوجا، هغير لون شعري، هغير لون الروج بتاعي، هعمل روج انا مش حاسه، دايما بحس ان انا مش واثقه بنفسي، وانا هحط وانزل وابقى مبسوطه وفخوره بنفسي. اهم حاجه تطلعي بره دايره الراحه، خدي مجازفة صغيرة. يعني صدقيني انت لو ما عملتيش اي مجازفة في حياتك مش هتتطوري ومش هتنمو. يعني انت المجازفة ده جزء كده من نجاحك، زي ما الفشل خطوة من خطوات، يعني انت عشان توصلي الهدف بتاعك فوق انت بتطلعي على سلالم الفشل هي اللي بتوصلك للنجاح. فانت محتاجة كل فترة والتاني اعملي مجازفة، نطي من مكان للتاني، اعملي حاجة جديدة، روحي تعلمي رياضة جديدة. انا مثلا كان في فترة معينة كده كان عندي فيها اكتئاب شديد جدا، كنت نهي علاقة، والحمد لله دلوقتي يعني بصوا وانا صغيرة، طبعا لو انتوا لسه في بداية العشرينات والله نصحت مني ليكم ما تزعلوش على اي علاقة في السن ده، لان اعرفوا ان معظم الاختيارات في السن ده بتبقى غلط، يعني معظم يعني فانا كل اختياراتي في السن ده كانت غلط. دلوقتي لما كبرت وفهمت وبقيت بقدر الامور لان دلوقتي عندي خبرة وقابلت ناس كتير وتعلمت وتقرصت وتعلمت وتقرصت وتعلمت، وكنت كلمتكم عن مواضيع العلاقات بتاعتي قبل كده في الفيديوهات السابقه، فاعملوا كده دوروا في الفيديوهات دردشه بنات هتلاقوني اتكلمت عن العلاقات او ازاي ارتبطت بواحد اجنبي والكلام ده كله. ما تزعلوش، يعني دي اخر حاجه تزعلوا عليها العلاقات، واحد سايبك، واحد خانك، واحد ما بيحبكيش بس انت بتحبيه،
الحاجات دي مش مهم يا جماعه. يعني انا بستغرب معظم البنات اللي بتكلمني وتحجز معايا فيديو كول معظم الكلام عن العلاقات. يعني انا بصراحه بتصدم، ببقى يعني انا ببقى فاكره البنات جايين يتكلموا معايا ازاي نسافر على ميزانيه صغيره، ازاي نعمل بيزنس ونكسب فلوس زيك، ازاي نسافر ونلف العالم زيك، لكن معظم البنات اللي بتفتح معايا فيديو كول بيعيطوا عشان واحد سابها او مش بيحبها زي هي بتحبه، او بيعملها مش بيعملها وحش وهي مصممه تمسك فيه. فيا بنات اقووا استقووا، اقووا واستقووا، خليكي انت الشخصيه، انت كامله مكمله، انت مش عايزه حد اللي يجي كده في حياتك بس عشان ايه يعني الكريزه اللي فوق التورتايه حلوه، بس انا تورتايه مليانه كريم شانتيه ومليانه فواكه مليانه كل حاجه حلوه، يعني الكريزه دي يعني توبينج كده يعني وخلاص تمام. بس انت تحققي لنفسك كل حاجه وتجيبي لنفسك كل حاجه، ما تستنيش حد تاني. فاعملي اطلعي بره دايره الراحه، اعملي مجازفه، اعملي تحدي، واعرفي ان حتى لو وقعتي او بس ما ناخدش مجازفه كبيره، عشان لو وقعتي ما حدش ايه يعني بيقول لك لما مش عارف ايه بيقع بيكتر سكاكينه. فخلينا نبقى سمارت ان احنا حتى لو عملنا مجازفه ما تكونش خساره كبيره. لو هتبداي بزنس ابداي بشكل صغير. انا كنت شاطره جدا في البيزنس، في اول العشرينات بتاعتي كنت بعمل بيزنس بشكل صغير بحيث ان انا اقدر الممه بسرعه، لان انا عارفه واحده مجنونه زي بتحب السفر، بتحب كل شويه تغير مكان، فانا عارفه ان انا مش هقدر اعمل بيزنس ثابت في مكان واحد. فكنت لما كل ما بروح مكان افتح بيزنس صغير. يعني انا لما قعدت في دهب فتحت عياده، فتحتها بشكل صغير عشان انا عارفه ان انا مش هستمر في المكان، انا عارفه ان انا هسافر، فعملتها بشكل صغير بحيث ان انا وقت ما اتقرر ان انا اسافر كل حاجه اخلصها بسرعه وابيعها بسرعه، فما يكونش عندي حاجات كتير تبقى ماسكاني في المكان. انت كمان خليكي ذكيه، لما تجازفي او تعملي تحدي يبقى تحدي معقول، مجازفه صغيره محدش يلاحظها. يعني جربي في حاجات صغيره، هتعملي بزنس اعمليه بشكل صغير، غيري لون شعرك ما تطلعيش للبلوند، حتى لما تعملي شعرك مثلا ما تروحيش من اسود لبلوند، بناخده جرادولي كده بشكل تدريجي. فاعملي اي حاجه جديده ريزونبل عقلانيه، قولي ان انا الاسبوع ده هنقص 50 جرام 100 جرام، ما تقوليش انا عايزه 2 كيلو اتس امبوسيبل. ممكن في بنات بتفقد 2 3 كيلو بس ده بيبقى ميه مش دهون. فخلينا كده نعقل كل حاجه بنعملها وفاهمينها. فاطلعي بره القالب ان المجتمع رسمهولك ومحددك فيه، اعملي حاجه تكون لونك او حتى ما تكونش لونك، تكون خارج شخصيتك. فجأة اللي حواليك بحاجه جديده كده، انت عملتي مجازفه قبل كده ونجحتي فيها فتعمليها بشكل اوضح واكبر، ففجأة اللي حواليك ايه ده عملت حاجه واو، احنا ما كناش متخيلين ان هي تعرف تعمل الحاجه دي لوحدها. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا واستفدتوا، ويا ريت لو عندكم اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتات، ولو عندكم اسئله بشكل خاص كده عن العلاقات كالعاده ابعتوها لي على الانستجرام اسئلتكم، ولو حابين تتكلموا معايا فيس تو فيس ممكن تحجزوا معايا وقت، انا سايبه لكم لينك على الانستجرام تقدروا تحجزوا معايا وقت، ودايما بعمل الحاجات دي بسعر رمزي حاجه بسيطه عشان اساعدكم ان انتوا تبقوا البيست فيرجن اوف يور سيلف. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، دايما بنزل لكم ستوريهات عن اللايف ستايل بتاعي في السفر والحياه بتاعتي بصفه عامه الصحيه، سواء في اليوجا او الهيلثي لايف ستايل اللي بعمله على قناتي. بنزل لكم فيديوهين كل اسبوع، واحد يوم الاثنين بودكاست دردشة بنات، ويوم الجمعة بيبقى عن اللايف يعني بيبقى عن السفر بتاعي. كل فترة بروح مكان جديد، والايام دي انا بعمل كامبينج، فالايام الجاية هوريكم بقى اسلوب حياتي في السفر وفي التخييم وازاي بلف وبسافر العالم وبروح اماكن جديدة انا وزوجي. وما تنسوش تشتركوا بالقناة، ولو عجبكم الفيديو تشاركوا كل اصحابكم البنات وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الفيديوهات الايام الجاية، واشوفكم في الفيديو ده.